جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: سمعت أن من يقرأ سورة الملك كل ليلة لا يعذب عذاب القبر، فهل لي أن أقرأها في فترة العادة ضمن الأوراد التي هي في كتاب مستقل، أم لا بد أن أقرأها عن ظهر قلب؟ سورة الملك ورد أن رجلا قرأها وقاه الله من عذاب القبر، وهي سورة من 30 آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءتها في كل ليلة فلا أعلم دليلا على ذلك. والحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، الحائض والجنب لا يقرأان شيئا من القرآن حتى يغتسل من الحدث الأكبر، ولكن عليها بقراءة الأوراد. وإذا قرأت شيئا من الآيات أو بعض الآيات على أنه دعاء لا على أنه تلاوة قرآن من باب الدعاء فلا بأس أن تدعو بما يوافق القرآن. نعم.